نبارك للزميل حيدر زكي استلامه مهمة رئاسة المكتب الإعلامي لنادي الشرطة، ونأمل أن يكمل مسيرة النجاحات التي تفوق بها. أصبح المكتب الإعلامي للموسم المنصرم واحد من أهم المكاتب الإعلامية للأندية. نتابع. كابتن حيدر، بالبداية نبارك لك تسميتك كمدير مكتب إعلامي نادي الشرطة. بالحقيقة تحدي جديد آخر للأستاذ حيدر زكي، حدثنا عن هذه المهمة، وهل هذه المهمة ستجعل بعض الصعوبات أمام حيدر زكي، خصوصا أنه لديه برنامج وهذا البرنامج به جماهيرية عالية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبولي بمهمة مدير الدائرة الإعلامية لنادي الشرطة بالتأكيد راح يضيف لي متاعب أخرى. تعرف اليوم حيدر زكي الجمهور ينظر إلى أنه المفروض يبقى محايد، وراح يعتقد بقبول هذه المهمة احنا راح نخرج عن الحيادية. ترددت كثير قبل القبول بالعرض من قبل الهيئة الإدارية لنادي الشرطة، مشكورة أنه وضعت ثقتها بينا. أما اللي يعتقد أنه احنا راح نحيد بالبرنامج وراح يكون أكو ميول، فهذا الشيء أبدا ما راح يكون متواجد. أرجو من الجميع تفهم هذا الأمر. اليوم الشرطة كالقوى الجوية راح يمثل العراق خارجيا، كالزوراء أيضا، وبالتالي ممكن الأخوة مكتفين بمكاتب إعلامية. نادي الشرطة كان بحاجة إلى هذا الأمر، لبيت الدعوة بناء على هذا الموضوع. كل الجماهير وعد أنه إحنا راح نبقى بنفس الخط، بنفس النهج اللي إحنا خططيناه، ولا بيوم من الأيام راح يكون ميول لفريق على حساب آخر. وإن كان فريق الشرطة اللي اليوم أنا أصبحت مدير الإدارة الإعلامية، لكن هو حيدر زكي باقي حيدر زكي.